100% ضد وتونس قبل كل شيء. لا احنا ضد خو، احنا نخدموا على رواحنا. شكون باش يخلصنا فيه النهار هذا اللي باش يضربوا عليهم؟ احنا عندنا خدامه، عندنا كل شيء نخلصوهم. احنا كان جاي الاتحاد باش يخلص نضربوا معاه. ودي اضراب وديكاج ديكاج ديكاج يا نعمه. والله موقفي انا اللي هو يضر اقتصاد البلاد قبل ما يضر اي حاجه اخرى. معناها كان جاي يضر حاجه اخرى قبل اقتصاد البلاد تو نشاركوا فيها. تونس غارقه واحنا لازمنا تو نوقفوها، ما لازمناش نزيدوا نطيحوها. ساندتهم بيان سور، اي خاطر يلزم اضراب عام، خلي البلاد تقف شويه على ساقيها، يلزم نحركوهم شويه. بالنسبه لي ضروري، وضروري تصحيح مسار الثوره، ضروري تصحيح مسار البلاد بشكل عام، وضروري لرد الاعتبار للنقابات. سيت ابسورد، مش معقول. يلزم يضربوا هكا. مساندوا انت معناها؟ مساندوا. بالنسبه لي انا ماذا بينا ليه؟ عرفتش علاش. خاطر جايين ناس من برا، معناها من الاجانب، فهمتني، باش يعملوا مشاريع. واحد ماذا بينا ما يكونش هذا يا اخي باش يضر البلاد، كون انا الدنيا كل باش تحبس، خدام باش تحبس، معامل باش تحبس، وفما فلوس احنا مستحقينها الدوله باش تدخل لنا من النهار هذاك. لازم ما نفرطوش فيها. خويا نخدموا على رواحنا احنا تاخذ اضراب عام. راه فما ناس فهمتني ما تعرفش شنو معناتها اضراب عام. اضراب عام راهي اقتصاد تاع البلاد راهو يطيح طيحة غير عادية. راه مش مساندة بالبيز كله، بالبيز كله في البلاد واقع، ما نعبوش بالبيز. أنا مانيش مساند الضربة هذه. والله أنا نحب نقول الساعة رسالة للاتحاد وللحكومة بصفة عامة، يحط وسم تونس فوق كل اعتبار. أنا نخدم على روحي إن شاء الله. ضد الإضراب العام. بها نخدم على رواحنا أخي، باش يعطوني نهار يوم. أنا مع الإضراب اللي قرروا الاتحاد نهار 16. وعلاش؟ دفاعا على الاتحاد العام التونسي للشغل. ليه ضد الاضراب؟ اي ضد. وين ضد؟ ما عندوش داعي. ضد الاضراب. البلاد داخله في حيط يا معلم. احنا ضد الاضراب العام. علاش؟ خافش تاح الميزانيه تاع البلاد، ناقصين احنا. ماهوش وقت اضرابات، وماهوش وقت معناها ماهوش الوقت الملائم معناها باش البلاد تدخل في اضراب. ندعموه. ندعموه على الاخر، من الاخر وعلى الاخر معناها. واحنا نشجعوا الاضراب على خاطر الاضراب هو وسيله متحضره معناتها نتاع لا بريسيون سوسيال. نصيحه معناتها مني انا للتوانسه كلها تجي كونتر الاضراب، مش خاطر معناتها كونتر الاتحاد. نحن ماناش كونتر الاتحاد، لكن ماهيش وقتها الحكايه هكا. مانيش مساندو. علاش؟ يا على خاطر الدنيا كل باش تاقف. والدنيا والاقتصاد هو ناقص، احنا ناقصين في تونس وكمل عاد. ما عجبنيش. معاه ماكش معاه؟ لا مانيش معاه. وعلاش؟ باش تعطل مصالح البلاد وبرشا حكاياتك معاه. وعلاش؟ باسكو ضد النهضة. أنا معاه أي حاجة ضد الحكومة هذي. أنا معاه. أنا معاه خاطر نحب نرتاح في الدار. يظهر لي ما كانهمش يعملوا. وعلاش؟ على خاطر باش توقف البلاد وباش تعمل أكثر مشاكل من اللازم. معاه. وعلاش؟ خاطر الحكومة مش عاجبتني. خاطر الاتحاد هو اللي يمثل الشعب التونسي. مفهوم حتى حزب حزبي مثل شابته. جو مافو لي كونتر. نحب البلاد تمشي كي يزيد فوق الماء. وليدي انا نعرف كان وجه ربي. مع وعلاش؟ يزي من التجاوزات اللي قاعدين يصيروا. مع انا. وعلاش؟ وعلاش؟ خاطر ما عنديش موقف. والله الحقيقه لعبه خبيثه هكا. ريزومي بما يعني مش مصلحه تونس. كان الاتحاد قبل، فهمت؟ أي؟ ونخدم في الحاكم ومشارك في الاتحاد. من اللي مشى لحبيب عاشور امسح. Il le faut tel qu'il soit le prix. Tel qu'il soit le prix. Merci. انا بطبيعتي ضد. ضد الاضراب. على خاطر تونس وكاها. خاطر تونس مش ما تبركناش البلاد. حاجة فيها الخير ربي يقرب. والحاجة اللي فيها الشر ربي بعد.